ثم أما بعد، فمع قول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. سبق البيان على قدر المستطاع في ما يتعلق بتجربة إبراهيم الدعوية النموذجية التي نجح فيها أيما نجح، بل حاز الدرجات العلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فكان نجاحه على أتم ما يكون النجاح، ولذلك جعل إماما للناس، وجعل له محمد عليه الصلاة والسلام جعل له ردفا، أي أنه رديفا له في كل الخيرات والبركات التي أوتيها، أعني إبراهيم، من الخلة ومن الصلاة والسلام والتزكية وسائر المكاييل الربانية الروحانية العليا التي نالها إبراهيم، نالها سيدنا رسول الله كما بيناه في محله بالحصة السابقة والتي قبلها. وحاز سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاز سبقا وفضلا بما جعل الله له من أمته سعة وانتشارا، ولدينه ظهورا على سائر الدين كله. نذكر اليوم بحول الله جل وعلا مقطعا جديدا في قصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وذريتهما، وذلك هذا الدعاء الرقيق الذي صدر عن إبراهيم ابتداء وإسماعيل تابعا عليهما الصلاة والسلام، من بعد ما كانت لإبراهيم تربية من رب العالمين وتدريب، فقد تبين كيف أنه حينما ابتلاه الله جل وعلا وصبر ثم صبر ثم صبر ثم صبر في التجارب الأربع، حينما قال الله له بعد: إني جاعلك للناس إماما، دعا إبراهيم ربه دعاء فقال: ومن ذريتي، يعني طلب الإمامة أيضا لذريته، فقال الله جل وعلا: لا ينال عهدي الظالمين، مستجيبا له للصالحين من ذريته معرضا عن غيرهم، فكانت بذلك تربية وفائدة تلقاها إبراهيم، وهو أن الدين والصلاح والمكانة عند الله والرفعة لا تنال بنسب، لا تنال بنسب ولا تنال بمصاهرة ولا تنال بجاه مادي، وإنما تنال بالاجتهاد الشخصي. ولذلك نادى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آل بيته ومن بينهم فاطمة، فقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي ذلك ما فيه من الكفاية والدلالة على أن رضا الله إنما ينال بالتعبد الشخصي لكل فرد ولكل نفس في نفسها، لكل نفس في نفسها. فإذن قال: لا ينال عهدي الظالمين. ثم كان هنالك دعاء، دابا حنا كنعاودوا الأدعية ديال سيدنا إبراهيم باش نشوفوا هذا الدعاء الثالث بما تميز. في الدعاء الأول إذن طلب أن يكون ذلك إرثا في بنيه، الإمامة تولي ورث، فالله جل وعلا بين له أنما الإمامة يمكن أن تورث ولكن بشرط الصلاح، ماشي معناته قال له: إني لا أورث الإمامة، لا، فقد ورث سليمان داود الإرث يحصل، لكن بشرط أن يكون هذا الإرث على صلاح وتقوى وفلاح، فإنما يرث الصالحين الصالحون، أما الفاسقون فلا يرثون الصالحين إطلاقا. يعني الإرث المعنوي ماشي الإرث المادي، تفهموا، ما مشيش البال عود راها، يعني الإبن لا فاسق وفجر تحرمه من الورث، يعني الورث ديال الرزق والفلوس، لا، هذا غير داخله هنا. فكين هنالك إرث بالمعنى المادي، كين التراث الإرث بالمعنى ديال الفلوس، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني الفلوس، وكين التراث بالمعنى ديال الدين. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه واحد الخطرة لقى الناس مجمعين بقرب البقيع، يعني بعضهم في التجارة وبعضهم ملهي في الكلام، فقال لهم: أنتم هنا وإرث محمد يوزع في المسجد، جريوا جريوا للجامع، راه الورث ديال سيدنا محمد كيتفرق تما، كل واحد يمشي يجري يدي حقه، وإنما يقصدوا الدين، يقصدوا العلم، إرث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، فهذا الإرث هذا إنما هو إرث المعنى. قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي إرث المعاني وإرث الصلاح وإرث المنزلة الربانية والمقام التعبدي. ف
فهذا لا يورث إطلاقا، ولكن يناله كل نفس في نفسه بما آتاه الله من صلاح. فإن كان من الصالحين وارث أباه في هذا الأمر أو غير أبيه، قد يرث عالما وقد يرث نبيا، مش ضروري يكون يعني ورثوا من أباه، يمكن وهذا مشاهد اليوم وقديما، يعني كثير من العلماء ورثهم علماء أخرين ما بيناتهم شيء نسب ولا مصاهرة ولا بنوة، هي اللي كيسميوها البنوة الروحية، وهذا معنى سليم يعني من حيث المعنى. فإذا حينما طلب إرث الإمامة الله بيّن له أن هذا المعنى لا يورث، ما كيتورث شيء بالنسب ولكن كيتورث بالقرب من الله، فمن تقرب إلى الله إذا كان ابناؤك على منوالك من إتمام الكلام وإتمام الابتلاء فأتمهن فسيرثون كما ورثت وإلا فلا، قال لا ينال عهدي الظالمين. ثم دعا إبراهيم ربه مرة ثانية حينما قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فيعني هذا الدعاء الثاني تلقى فيه كما بينه قبل، تلقى فيه إبراهيم تربية وتجربة سبقت، لما شاف بأن ربك يعطي الورث ديال الإمامة المعنوية من الصلاح غير الصالحين طبق القاعدة، قال ويا ربي حتى الدنيا أعطيها غير الصالحين وارزقها له من الثمرات الدنيا أرزق، قال من آمن منهم، من آمن منهم، ربي قال له لا الدنيا ماشي بحال الدين، الدين كان أعطيها غير لصالح، والرضا والمنزلة كان أعطيها غير لصادق، أما الدنيا كان أعطيها لكل شيء. قال ومن كفر تهو غادي نعطيه حال لك يعلمك، يقول له ما تخلطش هذه بهذه، هذه كراه شكل وهذه شكل. قال ومن كفر فأمتعه، تهو نعطيه الدنيا فأمتعه، ولكن الدنيا قليل فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، نسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، وبئس المصير. ثم كان الدعاء الثالث، إذن ثلاثة الأدعية، الدعاء الأول يعني طلب الإمامة وطلب المنزلة الكاملة، والثاني طلب الرزق، والثالث طلب الصلاح والفلاح والقبول له ولذريته بأدب عالي بليغ، وصل فيه إبراهيم إلى قمة النجاح في الدعاء. وإذ يرفع إبراهيم، لأنك يستفد كيتعلم من داكشي اللي داز عليه، كيتعلم من التجارب ديالو مع رب العالمين سبحانه جل وعلا، وهذه من خصال المؤمن، المؤمن كيس فاطن، ولذلك يتلقى الإشارات من رب العالمين ويفهمها ويطبقها على التو. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، هالذرية جت عوتني، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وختم هذا السياق بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال العلماء مما تدل عليه هذه الآيات مشروعية الدعاء الذي يتضمن التوبة، التوبة عند فعل الأعمال الصالحة، وهذه من الأشياء اللي ما كطحش على البال حقيقة، إنه بنادم كي يفكر في التوبة غير من اللي كيدير شي حاجة غلط، وهو إبراهيم ما كيديرش الآن شي حاجة غلط، كي يبني الكعبة، كي يبني الكعبة وكيطلب الله تعالى كيقول له وتوب علينا وتوب علينا، ويسأل الله جل وعلا القبول بذلة وبتواضع بالغ بليغ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا التعبير فيه إشارة لطيفة إلى أن قواعد الحق وقواعد الخير إنما تبنى على الصدق والنية الخالصة في التوجه إلى الله جل وعلا. القواعد هما السواري، هما الأركان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، السواري اللي كيهزوا لبني كامل، إذا ما كانوا السواري ما كاين بني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، من اللي بدا كيدير الساس الأسس والأصول والقواعد ديال الكعبة، بدا كيطلب الله تعالى باش يكون هذا العمل ديالو اللي راه كيبنيه الآن خالص لله الواحد القهار. ولذلك من الأشياء اللطيفة أن المؤمن إذا أراد فعلا أن يبني أي عمل على أس
متين لبغي تبني زعما على الصح. هادو راهو السواري وتفهم هنا السواري يمكن لك تاخذها في السياق ديال الكعبه، راه الكعبه متفقين، ولكن لما تبغي دير القياس المعنوي زعما على حياتك انت، اي مشروع واخا يكون مشروع ماشي ديال البني ديال التجاره عنده السواري ديالو، فهادوك السواري خصهم يكونوا متوجه بهم الانسان لله. بحال نفرضوا مثلا التجاره السواري ديالها هي راس المال، راس المال والخدمه وجميع الاشياء اللي بها كتبدا المشروع ديالك. فعن تبني عملك الذي ترجو منه النجاح في الدنيا وفي الآخرة وترجو منه أن يثمر أرباحا طائلة وأن تفعل وأن تفعل، يخصك ذاك الأساس اللي غادي تبني عليه يكون فيه الإخلاص لله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فإذا ما كيقدموش واحد العمل سيء أو فيه يعني خدشة من الرياء أو السمعة، بل يسألون الله جل وعلا أن يكون هذا العمل من أسه وأصوله وقواعده خالصا لله الواحد القهار. يعني البدية ستكون بدية صحيحة، البدية ستكون بدية صحيحة، لأن ما بني على باطل باطل وما بني على الحق إن شاء الله حق. ولذلك ما بني على الحلال حلال وما بني على الحرام حرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني شيء عجيب حقيقة اللحظة ديال الدعاء، الوقت يعني بالضبط اللي سيدنا إبراهيم جأر إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الرقيق اللي فيه القبول، قبول العمل الصالح وفيه التوبة. وقد ذكرت قبل قليل أن التوبة عادة تكون من ذنب أو ما يشبه الذنب، فهنا إبراهيم عليه السلام يتوب مما قد يخالج النفس من الرياء أو سوسة الشيطان أو السمعة أو أي شيء مما يخدش خلوص النية لله في كل أمر تعبدي. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عمل عمل خير إلا واستغفر الله من بعده، من بعد ما كيصلي كيدير الاستغفار، من بعد ما كمل المشروع ديال الدعوة دياله كلها نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حتى لا يقع بقلب عبدين خلاص العمل لله، حتى لا يقع بقلبه من ولا إلقاء شيطان. كتقدر تبدأ الخدمة مزيانة ويجي الشيطان من بعد يقول لك هي مزيانة ولكن ما فيها باس، يعني يمكن لك تخدم هذه الخدمة حتى هي للدعاية، علاش لا ودير بها دعاية لتجارتك ولا تنجح بها في الانتخابات أو شيء من هذا القبيل. أفسد عليك إذن دينك، أفسد عليك دينك وأحبط لك عملك. ما كان لله، واحد القاعدة من قواعد التربية ذكرها بعض العلماء، ما كان لله لا يحتاج إلى إعلان. شيء عجيب جدا، يعني حاجة ديال الله ما تحتاج دير لها الإشهار وتخلص عليه وتدير الملصقات وتقوم القيامة. إذا تدير لله ربي ما محتاجش الإشهار. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. إلا خدام مع ربي راه وصلت انتهى، خدام مع شي جهة أخرى إيه ديك الساعة خصك تمحن، يعني باش توصلها لبنادم ما هي وما لونها خصك الإشهارات. ما كان لله لا يحتاج إلى إعلان، ولا باللغة المعاصرة ما كان لله لا يحتاج إلى إشهار، بل الإشهار يفسده. في صحيح البخاري قول لرسول الله عليه الصلاة والسلام من سمع، صلى الله عليه، حقيقة والله صعب جدا، من سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني شي واحد كيدير شي خدمة وكيبدأ يقولها الأول ويقولها الثاني ويقولها الثالث، هو النية دياله ماشي زعما باش يشيع الخير ويقتدى به، لا، صغير الناس يبدأ يهضروا في لندار. من سمع اللي دار هذه الخدمة وسمع للناس بحال هذا الشيء، ربي تعالى حتى هو كيفضحوا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيقول للناس إنما صنع فلان ما صنع ليقال فقد قيل، كما ورد في الحديث الآخر. فلهذا إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، والقواعد والأركان هي أهم شيء في البناء المادي والمعنوي، أركان تجارة أهم شيء فيها اللي هو رأس المال وما يتعلق به وأدوات الإنتاج مثلا، هذه هي الأركان ديال الخدمة والعمل وما شابه هذا وذاك. فإذن هذه الأركان ينبغي أن تكون قوية وقوتها صفاؤها من الحرام والرياء وكل مقصد يحبط العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا تعبير القرآن، يعني القرآن آيات آيات بمعنى ذلك شيء باهر
هو سيدنا إبراهيم هو اللي كان كيبني، هو المعلم باللغة ديالنا حنا، هو المعلم، وسيدنا إسماعيل الخدام. ما قالهاش القرآن صراحة، لا قالها بالإشارة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، نسب الفعل مباشرة لإبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وجاب المعطوف أو العطف ديال سيدنا إسماعيل، جاب بينه بين المعطوف عليه فاصل اللي هو من البيت، يعني يعطاك الصورة ديال سيدنا إبراهيم هو كيبني البيت، عاد قال لك وإسماعيل. هذيك وإسماعيل، إسماعيل كان غير كيعاون لأنه كان طفلا صغيرا يحمل الحجارة كما قال المرسلون على كتفه، ويعطيها لوالده، وأبوه هو الذي يرصها، هو اللي كيحطها في مضعف اش خصها تحط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كملت الجملة، يعني جاب صورة كاملة، عاد جاب، يعني كان ممكن في العربية من غير القرآن الكريم. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، جملة صحيحة مخيرة، ولكن الله أراد شيء آخر، أعطانا نفس الكلام محسوب، يعني ما زيد ما نقص، ولكن بمعنى زيد، بمعنى زيد بلا ما يزيد، يجيب لك جملة أخرى، جملة أخرى كتجيبها أنت من رأسك، لأن الله عز وجل إنما يخاطب بهذا القرآن أولي النهى العقلاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي إنما إسماعيل كان مساعدا، وإنما كان خادما لوالده، ولم يكن بانيا على الحقيقة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا، ونحن نبني هذا البناء الذي هو عبادة وطاعة محضة، لا نرجو بها دنيا، تقبل منا، تقبل منا. دعاء القبول من الله سبحانه وتعالى فيه تعبد عظيم، لأن معنى العبادة هو أنك تشعر بأنك أنت يعني محتاج لله، هذا معنى الدعاء. في الحديث اللي فيه الدعاء مخ العبادة وأصح منه الدعاء هو العبادة، هذا في الحديث الصحيح 200، الدعاء هو العبادة، وهذا هو العبادة بحال زعما هو العبادة الحقيقية الكاملة التي ما بعدها من عبادة، لأن الدعاء فيه حاجة ما كيطلب غير المحتاج. وربي تعالى سبحانه وتعالى لما جعلنا عبيد ديالو بمعنى أننا محتاجين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني إحنا الفقراء، أما هو سبحانه وتعالى الغني الحميد جل وعلا، غني عن غيره وعن خلقه. فإذا حينما نبني العمل ونشرع في العمل من شروط قبوله، هذا رافق عجيب حقيقة كيعطينا القرآن، من شروط قبول الأعمال أنك ملي دير الحاجة تعرف وتشعر بأنك أنت اللي محتاج لربي، إيش ربي اللي محتاج لك، على عقيدة اليهود الباطلة. فإذا إذا كتصلي لله راك أنت محتاج لله، كتزكي راك أنت محتاج لله، كل ما من عمل خير، ما من عمل تعبد تنتجه، إذا أردت أن يقبله الله منك فقدم بين يدي العمل، يعني وانت كدير الخدمة اجعل بين يديك نية الاحتياج إلى الله والتلفظ بالدعاء، اطلب الله يقبل لك. وهذا من الأشياء التي شرع الله عز وجل كما ترى في كتاب الله جل وعلا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك قلت من فقه النصي مشروعية الدعاء عند إنجاز الأعمال، يعني أعمال دنيوية وأعمال أخروية جميعا، ما كاين شيء حصر، ما من عمل طلب ربي تعالى يجعل لك البركة. وكان ذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمره، إذا سافر وإذا خرج من البيت وإذا دخل، يعني لما كدرس حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 24 ساعة كتلقاها كلها أدعية، إلى بغينا دعاء، إلى فصل الليل دعاء، إذا خرج إلى الخلاء دعاء، إذا جمع أهله دعاء، إذا استيقظ من الصبح دعاء، إذا سافر دعاء. لا توجد على الإطلاق، لا توجد حركة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من الدعاء إطلاق، ما معروش في السنة أنه كيدير شي خدمة وما فيهاش الدعاء، ما من شيء، كان صايم بغى يفطر دعاء، يعني أي شيء خذ اللي بغيت من العبادات المحضة ومن المعاملات، من أي شيء، من أي شيء، دخل السوق دعاء، ما من شيء إلا وله دعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا مع الأسف كثيرا ما ننساه في هذا الزمان بطغيان المادة علينا، بدينا نقله الأسباب، كان نقول إلا خدمت مزيان وحسبت مزيان غادي نربح 100%. المؤمن يرى أن الرزاق إنما هو الله، لأنه هذاك الحساب بذاك الشكل والاعتقاد في هذه الأمور يورث العبد ضربا من تأليه الأسباب،
يعني باش نقول بانه الا حسبت مزيان راني ننجح. كلام مزيان هذا، وخصو يكون ما خصك يكون العكس، عاود دير الدعاء وما تحسبش مزيان. لا، عقلها عقلها وتوكل. ولكن راه كاين التطرف من هذه الجهه، كاين ايضا التطرف من جهه اخرى. فكما انه قوم يعني مالوا الى الدعاء وتركوا العمل، وهذا نقيض الدين، هذا ماشي الاسلام. هذا خدم واطلب الله تعالى. ها سيدنا ابراهيم راه كيضرب تماره وولده كيجيب الحجره، واذ يرفع ابراهيم، ماشي كيشوف في الحيط كيتبنى بوحده، واذ يرفع ابراهيم القواعد السوار طالعين من البيت واسماعيل. عاد يعني في سياق ديال العمل، في سياق العمل وفي بحر العمل جابوا الدعاء ديالهم. فهذا ما ينبغي ان يكون للمؤمن انه يتصور يعني بالدعاء ينفخ في الهواء ويتحول له يعني اموال او حسنات. لكن ايضا بالصوره المعاكسه او بالجهه الاخرى، ما تبداش تعبد الاسباب وتولي بانه الى حسبت تنجح والى ما حسبت شيء تخسر. اذا اللي كيربح ويخسر هو الحساب الصحيح ولا الحساب الغلط. فهذا ضرب من العباده للاسباب، ليه الاسباب، لانك وصل درجه للانسان وهذا الشيء كيوقع للمسلمين. كنتكلموش غير على الكفار، كنتكلموا على حنا كنغفلوا، كنبداو نتصوروا بانه الادوات ديال الانتاج هي اللي كتعطينا. وهي ادوات الانتاج ما هي الا وسائل، لان اللي كيعطي انما هو رب هذه الوسائل. ولهذا المؤمن له منهج قرآني. شنو هو المنهج القرآني؟ هو العمل بالأسباب وعبادة رب الأسباب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الإمام الطبري رحمه الله، علاش قال ربي تعالى في هذا السياق حكاية عن إبراهيم وإسماعيل إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائنا. احنا كنطلب الله تعالى، سواء دعوت الله جهرة أو خفية دون الجهر من القول سرا أو وسطا بين ذلك، ابتغيت بين ذلك سبيلا، ما شئت الله تعالى يسمعه. إنك أنت السميع العليم، العليم بمقاصدنا. لأن الإنسان قد يدعو ربه علنا أو جهرا وهو في سره لا يحقق معنى الدعاء. لأن قلنا معنى الدعاء شنو هو؟ شعور بالحاجة. إذا أنت كتطلب الله بفمك وبصوت عالي وإنما أنت تريد أن تسمع غيرك ذلك، إذن ما كينش الدعاء. الدعاء شعور قبل أن يكون عبارات. الدعاء شعور بالتعبد، بالاحتياج، بالافتقار إلى الله الواحد القهار قبل أن يكون عبارات. إنك أنت السميع للعبارات العليم بالمقاصد والإشارات. إنك أنت السميع العليم. من هنا إذن كانت الجملة على أدق ما يكون التعبير، وكذلك القرآن كله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ودائما جاي بقي السياق ديال الخضوع، لأن قولهم مسلمين لك أي خاضعين على كمال الخضوع. الإسلام هنا من الاستسلام لله ربي الكون ربي العالمين. وجعلنا مسلمين خاضعين، لا متمردين ولا طاغيين ولا عاصيين ولا آبقين، بل عبدين على أتم ما تكون العبودية. هذا معنى الإسلام. فصار بعد ذلك علما على كل من صار على هذا المنهج. هو سماكم المسلمين، أي سيدنا إبراهيم شاف أحسن عبارة اللي كتعطي المعنى اللي هو أحسن معنى كيبغيه الله في العبد دياله، وهو العبد الخاضع لله ممن لم يبقى فيه ذرة إلا خضعت لله الواحد القهار. ذلك هو المسلم وذلك هو الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بينا أن الإسلام هنا المقصود به المفهوم ماشي الإصطلاح. مقصود بالإصطلاح يعني الاسم العالم، يعني واحد طائفة من البشر سميتهم المسلمين. أي شهدنا لا إله إلا الله ونحن رسول الله، يعني في حديث جبريل قال فأخبرني عن الإسلام. لكن الإسلام بالمعنى المفهومي أعمق من الإسلام بالمعنى الظاهر. فالإسلام هو أو المسلم هو من خاضع كل شيء فيه لله، لا يتصرف إلا بإذن الله فعلا وتركا. هذا المسلم سليم، إذ أتى ربه بقلب سليم صافي كامل لله. ولذلك لما طلبوا وجعلنا مسلمين إلى غير الإسلام العام، راهم مسلمين بعدا
اش كيديروا هما؟ راك يبنيو البيت. وجعلنا مسلمين اجعلنا على اتم ما يكون الدين خضوعا لك وحدك، وهذه اعلى منزله في الدين حقيقه، وهي التي بلغها محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام كما بينته في الحصه السابقه. قال اني اختار ان اكون عبدا رسولا، عبد هذيك العبد اللي دير لها ال يعني اللي تفيد الاستغراق الكامل ذاك المعنى، العبد اللي ما كاينش شي عبد بحاله، نعم العبد، العبد او اذا اضيف الى سيده، اذا اضيف الى سيده خلاص عبدي. سبحان الذي اسرى بعبده، ديالو ماشي ديال شي حد اخر، يعني الخصوصيه الكامله، لان من معاني الاضافه الخصوص، شيء عظيم جدا. هذاك هو معنى مسلمين، لك لك، واللام ايضا كيعطي الاختصاص، لام الجر لك وحدك لا شريك لك، واخا ما قالوش هذا التفصيل راه كاينه في هذيك جوج حروف لك، لان كان ممكن يقول وجعلنا مسلمين ومن ذريتنا امه مسلمه، لا زاد في الاولى لك وفي الثانيه لك، اي هذاك المعنى المقصود اللي هو الغايه ديال الاسلام والفص ديال الاسلام والمح ديال الدين. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن الأشياء اللطيفة أن إبراهيم تعلم من ربه، راه لما قال له لا ينال عهدي الظالمين، فهم بأنه الذرية ديالو غادي يكونوا فيها المجرمين، كما كان كثير من بني إسرائيل هم غير أولاده. ولذلك قال هنا ومن التي تفيد التبعيض، ومن يعني حتى إذا كانين هذوك الأخرين، إيوا يا ربي بعدا تكون واحد الطائفة مزيانة صافية على هذا المنهج اللي رحنا عليه يا ربي. ومن ذريتنا أمة، اللي هي أمة ديال سيدنا محمد، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ومن جمال نعمة الله على عبده أن يريه مناسكه، مما ذكره المفسرون أنه قبل ما يبني سيدنا إبراهيم البيت كانت فترة ما بين نوح عليه السلام وما بين إبراهيم، ويذكر أن البناء الأول للبيت كان من لدن آدم عليه السلام، لما نزل سيدنا آدم من السماء حينما أهبط، وقد كان رأى البيت المعمور، ربي تعالى وعده أن يجعل له بيتا في الأرض مقابلا للبيت المعمور الذي في السماء. فلما جاء الطوفان ديال سيدنا نوح دم الكعبة ولم يعد لها أثر، ولكن الأنبياء الذين جاءوا ما بين نوح وإبراهيم كان ربي تعالى كيوريهم الموضع ديال المناسك، من عرفات حتى المينا وبينهما مزدلفة ثم الكعبة، ولكن ما كاين أثر، كاين غير الوادي، وادي الحجيج، يعني راه واد واحد اللي فيه تمشى تما، يعني حتى لما تصورش الخريطة ديال المنطقة مزيان، من عرفة حتى الكعبة راه شعبة واحدة، شعبة واحدة من عرفة حتى الكعبة، طريق واحدة، واد هو واد، واد، وادي، وادي. وادي واحد، فإذن تما كل المناسك مجموعة، تما كاين الكعبة، من بعدها كاين مينا فيه مسجد الخيف، من بعد مينا المزدلفة، من بعد المزدلفة عرفات، كلها يعني وادي واحد جاي من بين جوج ديال السلاسل الجبلية. فكانوا هاد الأنبياء اللي جاوا في ديك الفترة اللي ما كايناش الآثار ديال البناء ديال الكعبة، ربي قال لهم راه هنا كاين الخدمة، فكيجيو لتما، ولكن ما كاينش معالم العمل. فقالوا كان البيت كثيبا أحمر يطوفون حوله، يعني بحال شي هضبة صغيرة، وكان حتى جاء إبراهيم فمن الله عليه بأن أراه مكان البيت، وذلك في كتاب الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال له هو هنا ابني هنا، فأرسله بوحي منه وأمر منه إلى الوادي بواد غير ذي زرع عند بيتك، وراه مازال ما تبنى، مازال ما تبنى، لان ما غادي تبنى حتى يكبر سيدنا اسماعيل، عند بيتك المحرم. فبوأ الله مكان البيت لابراهيم، حقيقه اشارات لطيفه جدا. ولذلك ابراهيم شعر بانه مازال الخدمه ما كملتش، ايوا واخا هذا البيت فين الخدمه د عرفات، فين رمي الجمرات، فين كذا فين كذا، يعني الايام المداد العداد. فقال وارنا مناسكنا، شنو نديرو وشنو ما نديروش، اش اللي واجب علينا واش اللي ما واجب شيء، واش اللي حرام نديروه من المنهيات في المناسك، يعني مما يحرم على المحرم وما شابه ذلك كثير. وارنا مناسكنا وتوب علينا، يعني دائما ابراهيم التذلل 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 لله الواحد القهار، مقام العبوديه الاول، مقام الخلة خليل، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم
يتلو عليهم آياتك. هذيك الأمة يا ربي اللي كانت ترجوك تديرها بحالنا وعلى ديننا وعلى المنهج ديالنا اللي هو الإسلام، اجعل لهم نبي منهم. ومن رحمة الله أن يجعل لكل أمة رسولا منها بلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ربنا وبعث سين لأنه يجي هذا الرسول بالعربية. سيدنا إبراهيم ما كانش عربي، وسيدنا إسماعيل غير تعرب، سيدنا إبراهيم ما كانش يتكلم العربية، إنما كان صاهر ابنه العرب. يعني العرب كما يقول المؤرخون العرب قسمان، عرب عاربة وعرب مستعربة. لأن يعني العرب أصلا ما كانوا ساكنين في مكة، العرب هم كانوا في اليمن قديم، اليمن القديم مملكة سبا، وكانوا في الصحارى أيضا. فتزوج سيدنا إسماعيل من مرأتين عربية من جرهم، فكان من أبناء إسماعيل العرب المستعربة، غير تعربوا. هو سيدنا إسماعيل برسول الله تعلم العربية، أما أمه ما كتعرف عربية وباه ما كيعرف عربية. هاجر ليست عربية واسمها دال عليها، وإبراهيم ليس عربيا واسمه دال عليه، وإسماعيل ليس عربيا واسمه دال عليه. فإذا العرب اللي كانوا يعني عرب أصيليين كانوا في اليمن، ولما جاءوا المكة غير جاءوا هي دايزين في رحلة الشتاء والصيف، دايزين لقوا الماء، طلبوا من هاجر يسكنوا مع أحد الماء، قالت لهم ما كاين باس بشرط الماء ديالي. فتعاقد مع هذا العقد. فلما كبر إسماعيل تزوج من امرأة منهم أولى ثم ثانية، وكان أبناؤه منهم تنسلوا العرب اللي بقوا في مكة واللي طلع منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شاهدوا عندنا إذن هذه الأمة طلبوا الله تعالى وبعث فيهم رسولا منهم عربي باش يتفهموا معه. ما وظيفة هذا النبي؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه تواردت في كتاب الله أكثر من مرة بهذه الصيغة وبالصيغة الأخرى التي فيها تقديم التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، جت في الأول، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية من جوامع القرآن، إنك أنت العزيز الحكيم. نفهد السياق، لأن العلم إنما يكمل إذا صاحبته الحكمة، أما العلم بغير حكمة فيدمر ويهدم دون أن يبني. في العلم الدنيوي والعلم الديني، إلى علوم الشريعة كيقدر بنادم الله يستر بفتوى تالفة يهدر دماء المسلمين، ما فيها حكمة. وإلى علم دنيوي كيمكن ينتج الخوارق ويدمر الكرة الأرضية كما يصنع الغرب اليوم، صنعوا غير الأطنان والقناطر المقنطرة من المدمرات والمزمجرات التي تقتل وتبيد، تسوي بين الأطفال والنساء والشيوخ، ولا تترك شجرا ولا حجرا ولا طائرا إلا وأبادته. لكون كان هذاك العلم فيه الحكمة ما يطلعوش بحال هذه الأسلحة هذه. يعني المسلمون ممنوع عليهم في قتالهم، يعني حقيقة يعني لما تقرأ هذا الشيء في الإسلام شيء غريبة جدا. تقول هذا المسلمين ما كانوش كيتقاتلوا، كانوا غير كي يعني بحال لك يديروا الرياضة، حرام عليك تضربوا اللجة، يعني شيء أشياء. إذا قتل أحدكم أخاه سماه أخاه من الإنسان يعني، فليجتني بالوجه، ما تضربوش الوجه. ولذلك من هنا كيبان فعلا كما قالوا غير واحد من العلماء أن الرياضات اللي كيتسمى الرياضات ديال القوة وديال العنف اللي فيها الضرب الوجه حرام، بحال البوكس، هذه لعبة سيئة جدا. هو في القتال اللي بالنية خصك تقتلوا اللي يقتلك، وما خصكش تضربوا الوجه إلا إذا لم تجد سبيلا، فليجتني بالوجه أي ما أمكن. ممنوع تقتل الأطفال، ممنوع تقتل النساء، ممنوع تقتل الرهبان، ممنوع تجهز على الجارح، أنت كتضربه وجرحته ما تكملش عليه، دير السبيطار. شيء غريبة، اللي كان كيتقاتل معاك وتغلب ورمى السلاح وهرب ما تتبعوش. فلذلك إذن الإسلام كيعطي العلم مقرون بالحكمة. العلم وحده والسحر علم تاوى، يعلمان الناس السحر علم لكنه لا حكمة فيه، تدمير وتخريب. فهذا يعني قلت قاعدة عامة في علوم الدنيا وعلوم الآخرة، في علوم الدين والشريعة وعلوم الطبيعة. ولذلك واحد العصفور بريطل طوير كتقتلو غير كتلعب حرام عليك، ولكن كتشرحو وتدبحو باش تكتشف يعني سر من أسرار التكوين والخلق في الدراسة، يجوز ويجوز ويجوز، ماشي مشكل. فلما كيكون يعني العبث في الفعل حرام، وخا حشرة وخا نملة،
أما من لك تكون الحكمة أي الغاية التي تفيد العمران البشري فذلك عمل صالح، وإذا بناه العبد على قصد التعبد كان عبادة مأجورة عند الله بإذن الله. ثم العلم إنما يثمر بحكمته ويتلقاه العبد إذا تزكى لله. هذاك البيت أو البيتان طريفان الإمام الشافعي المشهوران: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. باش العلم يعطي الحكمة فقد بشي واحد ينبغي أن يكون قلبه قد تزكى لله. ولذلك في الآيات الأخرى جميعا جاءت التزكية قبل العلم والتعلم، كما في الآية التي ذكرتها قبل: هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هي الأولى، يعني التلاوة كتعطي التزكية، التلاوة تعبد، أعبد الله بالقرآن وبالسنة وأعبد وتزكى ويزكيهم عاجة ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونقف قليلا ها هنا ولنا إن شاء الله عودة لهذه الآية المباركة لأنها عظيمة جدا. نقف قليلا عند الواو. الواو كيقولوا في العربية بأنها لا تفيد الترتيب. أنا أقول واحد الكلمة يعني ربما يعني نحط قنطم، لا هذه غلط، مش صحيح. الواو تفيد العطف أيضا يفيد الترتيب، وقد حققه بعضهم تحقيقا دقيقا. كيف يعني؟ بغوا يفرقوا بين الواو ديال العطف وبين ثم وبين فاء. الفاء التي تفيد التعقيب، وثم اللي فيها التراخي، يعني لما تكون ثم يعني أكلت مثلا الخبز ثم شربت الماء، بمعنى أنه فيها الترتيب، هذاك هو الأول هذاك الثاني، وبيناتهم واحد شوية ديال الوقت، بيناتهم تراخي. أما الواو كتقطع التراخي بأن هذه مورا هذه مباشرة، ولكن فيها الترتيب. وإلا الله سبحانه وتعالى ما ذكر الزكاة في القرآن إلا بعد الصلاة، يعني غير ما جاءه كان سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. علاش ما قال لناش آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيها معنى قوي جدا في أن الصلاة أول العمل وأفضل العمل، واصحف ذلك متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، في الحديث الصحيح: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فلذلك الزكاة وخا أنه يعني المؤمن خصو كل هالأركان تكون عنده إلا ما لم يجد إليه طاقة، ستكون عنده كامل الأركان، ولكن وحدة أكثر من وحدة عند الله تعالى. فلذلك التقديم والتأخير، تيل النوحة قالوا الواو لا تفيد الترتيب، تقديم والتأخير عند البلاغيين يفيد الترتيب. إنما شنو ما كينش ما كينش التراخي، بمعنى إلى صليت خصك تزكي، تزكي بمعنى أنه ما كينش فرق في الوقت، إلى وجب عليك الصلاة الآن وجبت عليك الزكاة الآن ديرهم بجوج الآن، ما تفرقش تقول هذه حتى الغد، أنا كل شيء ديره دابا، بمعنى أنه التزامن. الواو تسوي في الزمن، تسوي في الزمن. إحنا يعني هذاك الواو لا يفيد الترتيب عند بندم، يعني في مخه هو ما كيعرفش يعبر وما عندوش القدرة على ترتيب الكلام. مثلا أنا بغيت نقول جاء زيد وأحمد، بغيت نقول جاوب جوج، نقول لك جاء زيد وأحمد وجاء أحمد وزيد، ما عندي أنا بحال بحال، لا عند الله ماشي بحال بحال. يعني إلا كان ذاك زيد فضل من أحمد يقول لنا جاء زيد وأحمد، يسبق لنا الأول عادي يجي الثاني. وها هو العطف ديال سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، هو غير بالواو ومع ذلك أعطاك معنى قد جبل قوي اللي خصك ليه فقرة باش تشرحه، هو أعطاه بحرف واحد اللي هو الواو: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واحد الكتاب جميل جدا اللي مختص، يعني هو صعيب حقيقة ماشي أي واحد يمكن يقرأ فيه، أساليب القرآن الكريم ديال الدكتور عبد الخالق، عظيمة من علماء الأزهر، في عدد ديال المجلدات كله مختص في الأحرف. علاش يعني يختص في الأحرف؟ لأنه الأحرف في القرآن راه ماشي هي الأحرف العربية، وهذه راه من الأخطاء، وشي مش عدبة من زمان قالوا العلماء، من الأخطاء ديال النحات، مال النحو غلطوا لأنهم استقروا قواعدهم من شعر العربي ونسوا استقراء القرآن الكريم، هذا غلط كبير. احتج ابن هشام الأنصاري صاحب مغني اللبيب رحمه الله وخدم القرآن وطلع أعظم تفسير القرآن في مجلد واحد، هو مغني اللبيب، وتكلم على وظائف الأحرف التي أغفلها النحات قبله بسبب أنهم يعني ما خدموا شيء مع القرآن الكريم. حقيقة
بعض معاني الأحرف كاينة في القرآن ما كايناش ما تلقاش في الشعر العربي القديم، ولذلك يخلصوا بعض القواعد بعض الحيات اللي ما تخدمها مع القرآن ما كتخدم لك شيء، ما يمكنش. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، واخا الواو اليهود أكثر من الذين أشركوا، بل هما اللي كيحركوا علينا الذين أشركوا. والآن في العالم فين ما لقيت شي دولة مجوسية ولا وثنية بحال الجابون إلا كيتعادوا مع المسلمين ويديروا لنا المشاكل، وحتى هما يصيفطوا الجنود ديالهم يديروا لنا المشاكل، كتلقى اليهود اللي جابوهم. ولذلك ذكرهم الله أولا وذكر الذين أشركوا ثانيا بواو العطف، الذي قالوا ظلم وعدوان إنه لا يفيد الترتيب بل يفيده. والله جل وعلا لا يقدم شيئا عبثا ولا يؤخر شيئا عبثا، كلام الحق منزه عن العشوائية والتلقائية، منزه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.